تصوير مسلسل بعد حين في أوقات الحظر. هاي هي أجواء كواليس مسلسل بعد حين، فشركة الإنتاج ملتزمة بالقوانين وحريصة على صحة الممثلين وفريق العمل، لهيك بتقوم بتعقيم المكان يومياً. وإيتي بالعربي كمان اتخذ الإجراءات الوقائية قبل ما يوصل على اللوكيشن في أبوظبي وعمل الاحتياطات اللازمة لسلامة الجميع. يلا هلأ بدي أطلب منك تأخذ المايك تبعك، بسم الله، وتمسكه ونخلي مسافة بيني وبينك. احنا كان المفروض حتى نحط الماسك، بس احنا قلنا عشان الليبسينج والكلام يطلع مفهوم. بعيدا عن كورونا، اليوم عم بتصور مسلسل نصيبك يصيبك، صح؟ هذا الاسم كان صحيح لما كنا بالكواليس قبل ما يتغير ويصير اسمه بعد حين. أنا توقعت لما بعرفك وأشوفك إني بشوف من وراك خير. أنت مصدق الكلام هذا؟ وهالعمل من إنتاج جولد تاتش للمنتج مفيد الرفاعي وفيو، وبتدور أحداثه بإطار اجتماعي أكشن، بطولة جسي عبدو، أحمد شعيب، العنود سعود، وإبراهيم الزجالي. وأنت أي شيء تقوله بك تقول تصدقها؟ أنت قاعد تظلم نفسك. احكي لنا عن دورك أستاذ إبراهيم. أنا لي خط جميل في هذا العمل، في قالب إنساني جميل هذه الشخصية. حتكون دور طيب أو شرير؟ لا طيب. طيب. بما إنه إنساني فأكيد طيب. إنسان ويهتم كثير بطفله الوحيد و. بعد فقدان أمه، ويدخل في حالة نفسية إلى أن يصادف بنت جميلة يدق قلبنا، يعني في أيضا أشياء رومانسية جميلة في خط هذا المسلسل. والرومانسية والطيبة بهالعمل بيمثلها كمان أحمد شعيب اللي بيلعب دور زياد المهندس المتزوج من العنود سعود وعايشين حياة سعيدة، يحبون بعض. قرر في يوم من الأيام أنه هو يسوي لها حفلة، وهم عايشين الحفلة هذه وحلوين. في الحفلة هذه تطلع بنت حلوة. أوه. البنت هذه لها علاقة مع زياد أنه يحبها. ومين هالبنت؟ هي جسي عبدو. البنت جسي عبدو، أوكي. ممثلة لبنانية ممتازة جدا يعني. فجسي هذه بتسوي عبدو ممتازة لأن هي عادي هون. ما شفتها بالماسك، ما عرفتها. هاي جسي. لأنه صدق فعلا جيسي عملت دور جدا حلو، يعني دور ليلى في العمل جدا حلو، يعني اللي بيعمله صح، وجيسي عملتها صح يعني. أنا شفت لها شغلات جدا حلوة. فدخولها في العائلة هذه أو الزوج والزوجة راح يقلب الموازين فوق تحت. وهي هي حبكة المسلسل، هل زياد رح يكمل مع زوجته العنود أو رح يكمل علاقته مع ليلى اللي بتمثل دورها جيسي عبدو؟ لهيك كان لازم نسألها عن الموضوع. وماسك حط هذا الماسك كمان بس بتريد، وما خلصنا لا لازم تتحمل مثل ما بتحمل كل يوم، بليز فيك تعقمه. بس يظهر انه المقابله مع جاسي بتتطلب احتياطات وقائيه زياده عن اللي احنا متبعينها. وعقم المصور كمان وعمل لك رشه هون زياده كمان. هلا صار فينا نبلش المقابلة؟ بنخلي بس المسافة الأمنة بيني وبينك. أنا رح شيل هيدا شوي. بدي أقولك إنه معلش نشيل الماسك شوي بس. جسي هيك عايشة أنت حياتك؟ بتتعقمي قبل كل مشهد؟ شهرين بنتعقم كل يوم وبالليل، وودنا بالغرف كمان عم تتعقم، أكيد لسلامتنا أول شيء ولسلامة الجميع. من بعد ما تأكدنا إنه كل شيء تمام، صار فينا نسألها عن دور ليلى اللي بتخرب علاقة زيادة الزوجية. بلا ضمير فوت بتخرب الدنيا. صحيح صحيح. ليلى كاركتر غريب شوي، كاركتر شريرة كتير، وشرة ما بتتوقع، يعني ما بتتوقع قدي ممكن لوين يوصل الشر تبعه. وتجيت أنصب على جوزك خليته يزفتك وتجوزته شرعا. فليلى بتكون شخصية مريضة نفسيا وأهدافها سيئة جدا. كاركتر غريب ما بيشبهني أبدا. صدقني في مشاهد صرت أقول معقول أنا يعني هالقد أقدر طلع شر مني بالتصوير. وهالشر بيكون من نصيب العنود سعود اللي بتكون زوجة أحمد شعيب. هو في شوية مصاعب تكتشف فيها الناس اللي أنت تحبهم، تكتشف الناس الغدارين اللي ما يحبوك ويحقدوا عليك. لازم تكون فطين عشان تكتشفهم. لا تخسر الناس اللي تحبك عشان ناس أنت أصلاً آخر اهتمامات. وخلال اللقاء دخل المخرج المنفذ وسام مصطفى ليعجل العنود بمشهدها. هذا وسام جاي ياخذني. صار بلش الدور تبعها. وسام ما توترها، أنا توترت، بطلت عارفة تحكي. مرة مبسوطة فيه. أنا بعد هيك بعذبكم وسام بالتصوير. أنا التركيز عندي هيك بتعذبهم بالتصوير يا الله. وسام
وسام منبه. واضح منبه. واضح اذا هو عم بيعمل لك هيك هذا منبه. طيب خلص احنا عم نعذرك. شكرا كثير لك. شكرا تشرفت فيكم. واعتذارك مرفوض وسام، بس خلص احنا بنقدر انه لا لان احنا ساعات وحيبدا الحظر فبنفهم انه لازم تخلصوا. اوكي.